بعدك اللحظة ديك مش ترفع وتشيل الكاس، واللاعب اللي يلعب كرة بدون ما شال كاس، ولا المسير اللي يسير كرة بدون ما شال كاس، معناها تربحياته عادية معناها، لكن الإحساس هذا هو اللي كان هدف بتاع المجموعة بتاع اللاعبين بتاعنا، كان هدف وقتها ظروف مهمة. وسبقني باش نبهت هذا الكلام هذا قبل مقابلة النهائي، لأنه نشوفوا اللي أهم تضحيات بينهم التضحيات حتى في البطولة، حتى النقاط نتاع المباريات نتاع البطولة، وهذا اللي خلات الوضع نتاعنا صعيب. أنا عندي ثقة في المجموعة اللي عندي، ولما طلبت باش ندعم الفريق باش نشوفوا له ملعب نتاع التمارين ونرجع نعرفوا الإكراهات، لأنه الإكراهات هذه الناس حتى واحد ما يشوفها. يشوفوا نص الساعة تلعب نهار الماتش، لكن احنا قاعدين نعاني في الإكراهات حتى في التمارين نتاعنا، بالرغم اللي موجود بعيد الملعب علينا 5 أمتار وتقريبا جاهز، واحنا ماناش قادرين باش نتدربوا فيه. وقت جيت انا نتكلم ما نحبش الناس تفهم كلامي بطريقة أخرى، اللي أنا في خلاف مع الإدارة ولا خلاف مع اللاعبين ولا العجلان يجلد في الإطار روحه، لا لا، أنا نتكلم ونعرف شو نقول وما سلمت في الفريق هذا وقت اللي احنا في فترات أصعب. لكن أنا كمدرب نبه الوصول إلى القمة صعب، لكن المحافظة عليها هي اللي أصعب وتتطلب الدعم من الناس الكل. فأنا ما جبنا الكأس هذا والله للعجلاني ولا للسكادي ولا البزغودي ولا التبركاني، احنا جبناه لكافة الناس اللي تسكن وتحب الكريكة واللي تسكن في الكريكة، واحنا نحب دائما نفرحهم. انا ما نحبش الخسارة ولاعبيني ما يحبوش الخسارة، لكن طالبين دعم باش نبقى احنا في المرة الأولى، وشكرا لكم.